لما هونو تينينيا مهون مالت من مالتنو من عالبات عندانو تشاكين تينينيا مالت عالم التامم مالتن دهونا عدرقل للناس بنشلالن هونهم تينينيا مهون مالت كزاب جوغو يميلك خاصابنو زم برو دهنا وي شكريل اللبت عاليام عما كاي تروس ميت بسمال يا تينينيا مهون مالت عيدرلن بمسارتو تينينيا مهون مالت ليك تنانش لجوج يمي سماتشو سميت سي سمانو اسكي تنانش لجوج نملكت انزيه انبوك اقلاوج بيك انونو بني غير مستوي حيل يمي بوردوت يسون نتاتشو مقللنا اندلب متتاتف عالمن متاتا انكس قاسي مچالاتشو ارى لجوج لجوج انقلاتاتشو فلتو نتو مهونو ليلا دس يميل نگرنو بگرو چاچو سيكو كنتاتا لاي كبراچو چنكت مرامن بلو نگر نسو گا يلن هل مناچو نسياوچو لك گنا دي سند تفرق سونتنو حيلاچو نا نتناچو بيان داندو کن دي سننا تالاك منساساتنا حيلالاچو بمهونم تنش لجوچن سنم ملكتنو تنينيا مهون بتككل من مالت اندهون اي ميقبان انتم يانو لسماه اي ميقبو برقد انت يهنن سميت بتدقاقامي نابيك انو لتاتات موت چلاد لمن بيبال بفكر عما كاينت فتمو عالتقدبت اينا اي مطالنا لاندي سكندن قوان يا سميتنا خايال نقر اي قدبن يفلك هلو يانتنو يسي بالدنمو قدبي لش تنان چمرونو قنزيقا وانو قدعي انت لما قبل برهن كفت مارك يالبه مهنو من النو يمتامنو سو بلبو اندهنين بلو ياسبه ياسبوني هنال نقو السلمون ከክርስቶስ ልደት በፊት በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በመጽሐፈ ምሳሌ 23 ቁጥር 7 የሚገኝ በመጽሐፍ ቅዱስ የታወቀ ንጉስ ነው። ይህ ንጉስ ነው እንግዲህ በልቡ እንዲህ ነኝ ብሎ ያሰበ ያሰበውን ይሆናል ብሎ ይነገረን። ከላይ በጥቅሱ ላይ የተመለከትናቸው ቃላት ባለማችን እስከዛሬ ድረስ ከተነገሩ ከፍተኛ ጥበብን ከተሞሉ አባባሎች መካከል ይመደባሉ። ነገር ግን ትርጉማቸው ምን ይሆን? በልብ የምታምነው ነገር እውነትና ትክክለኛ እንደሆነ ወስደዋል ማለት ነው። እምነት ማለት ከበድ ካለ ስሜት ጋር በተገናኘ መልኩ ሁልጊዜና ዘውትርን በውስጣችን የምንይዛቸው ወይ ለራሳችን የምንነግራቸው ነገሮች ናቸው። ስሜቱ ሊሰማን ግድ የግድ ነው። ለምሳሌ እኔ በቀላሉ ነው ብርድ የሚያገኝ በቀላሉ የሚታመም ሆኖ ያለኝ ክብደት መቀነስ በእጅጉ ነው የሚከብደኝ እኔ ለሱ አይነቱ ነገር አለርጂክ ነኝ ቡና ያነቃኛል የሚሉት አባባሎች በሙሉ ጥሬ ሐቆች ሳይሆኑ እምነቶች ናቸው። እምነትን በሚከተለው መልኩ መግለጽ በእጅጉ የተሻለ ነው። አንድ ሰው አንድን ጉዳይ በተመለከተ አቋም ይዞ ከዛ በኋላ ብሩን ጥርቀም አደረጎ በመዝጋት ቆልፉን ከወረወረ ከዛ በኋላ በዛ አቋም ላይ ፈጽሞ አይደራደርም። እምነት ማለት የዚያን ያህል የጠነከረ ነው። ነገር ግን በሌላ በኩል አንድ ሰው ይሆናል ብሎ የሚያምነው ነገር ጥሩም ሆነ መጥፎ እሱ ላይ ይደርስበታል። የመሳሳብ ህግ በትክክል እንደሚያስቀምጠው ያመንከው ነገር ታገኛለህ። ለምሳሌ ዛሬ በአለማችን ላይ ብዙ ሰዎችን ብንመለከት በሽታን አስመልክቶ ያላቸው ፍርሃት የተቀላቀለበት ስሜት ጤናን አስመልክቶ ከሚኖራቸው ጥሩ ስሜት በእጅጉ ይልቃል። ነገር ግን ለበሽታ የሚሰጠውን ግምት የተመለከተን እንደሆነ ይህ አይነቱ ፍርሃት የተቀላቀለበት ስሜት በብዙዎች ዘንድ መኖሩ ላያስገርም ይችላል። የሰው ልጅ በሳይንስና በቴክኖሎጂ አድጎና ተመንድጎ በሕክምናው ዘርፍም በርካታ
تأمرتاوش بيتايوم سواتش سلبشي تهلاچو گنزاويگن زورو زورو يفرهات كمهون عالدانم اشي انتس بشيطان اسمر كتو يعلمت فوسمي سلت اناكار ده ترو گنزاوي بلتبالن دي بهيوت زمن مولوت انا نياخونو منورن كبشيطا غار سيان نتات سروت يتنياو يايلال ربيعه قفاقه سونت لبش تهلو تغالاج انت يسفا ممتاتو هاي كرينو بله كاسب زورو زورو بمساساب خق مسرت يهو مسل نگر بكيزي عمد تاشلو تاما كاين انت انت غامر رسو هاي كرم